الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أنا ضحى الزهيري أحييكم إلى استوديو الحدث لهذا اليوم، وهذه أبرز العناوين. ضوء أخضر أمريكي لشن ضربات ضد إيران وميليشياتها في العراق وسوريا، ولندن ترفض المشاركة. طهران تتأهب بأنظمة دفاعاتها وصواريخها الباليستية، وتتشاور مع أبرز مفاوضيها النوويين لخبرته في التعامل مع الأمريكيين. إسرائيل لا تستعد لعملية أوسع في رفح قرب الحدود المصرية، وتؤكد للقاهرة أن عمليتها لن تؤدي إلى هجرة جماعية. 3 قتلى في غارة إسرائيلية جنوب دمشق، بينهم مستشار في الحرس الثوري الإيراني. مساع غربية لحث لبنان وإسرائيل على تنفيذ القرار 1701 لمنع حرب محتملة مدفوعة بالسياسة الداخلية بإسرائيل. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة نقلها التلفزيون اليوم إن بلاده لن تبدأ حربا، لكنها سترد بقوة على كل من يستهدفها. كلام رئيسي جاء عقب إعلان واشنطن نيتها شن ضربات على أهداف إيرانية. كان وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن قال إنه قدم مقترحات للرد على مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين شمال الأردن، وافق عليها الرئيس بايدن لتوجيه ضربات ضد وكلاء إيران في المنطقة. أضاف أن بايدن لن يتسامح مع مقتل جنود في الأردن، مشددا على أن واشنطن ستواصل تفادي اتساع الصراع بالمنطقة لكنها ستدافع عن نفسها. اتهم أوستن ما أسماه بمحور المقاومة بتنفيذ الهجوم في الأردن، لكنه أضاف أنه من غير الواضح مدى علم إيران به ليعود، ويوضح أن إيران تدرب وتمول هذه الجماعات، واصفا اللحظة الحالية في الشرق الأوسط بالخطيرة، ومشيرا إلى أن التطورات الأخيرة لا تدفع إلى التفكير في سحب القوات من العراق أو سوريا. فيما يخص التصعيد في الشرق الأوسط، هدفنا هو ضمان احتواء هذه الأزمة في غزة، وأن نمنع هذه الأزمة من الانتشار. أنتم تعرفون جيدا من أن الوكلاء إيران يهاجمون جنودنا حتى قبل 7 أكتوبر، ونستطيع أن نعود لنحصي عدد المرات التي هاجمون فيها قبل 7 أكتوبر، وهي ليست بالهجمات البسيطة. وفي موقف لافت قال وزير الدفاع البريطاني جراند شابس لصحيفة ديلي تيليغراف إن بريطانيا لن تنضم إلى الضربات الانتقامية الأمريكية ضد أهداف إيرانية داخل العراق وسوريا، موضحا أن بلاده تريد تجنب صراع إقليمي واسع النطاق، وتدعو طهران إلى إظهار السيطرة على الفصائل التابعة لها في سوريا والعراق. لكن بريطانيا ستواصل التعاون مع الولايات المتحدة في الحرب ضد الحوثيين في البحر الأحمر، كما نفى شابس المعلومات المتداولة حول دراسة لندن إمكانية إرسال حاملة طائرات بريطانية إلى منطقة القتال. وفيما تستعد واشنطن لشن ضربات ضد إيران وميليشياتها ردا على هجوم الأردن، تستعد طهران عسكريا وتبحث كيفية التصدي لها وتجنبها. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعا طارئا خلال الأيام القليلة الماضية بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلا عن مصادر إيرانية لم
تكشف عن هويتها فإن الاجتماع ضم الرئيس الإيراني ووزير الخارجية إضافة لقادة القوات المسلحة واثنين من مساعدي المرشد الإيراني لبحث كيفية التصدي للهجمات الأمريكية المحتملة. المصادر ذاتها كشفت لنيويورك تايمز أن المرشد الإيراني شدد في اللقاء على ضرورة تجنب إشعال حرب مباشرة مع أمريكا وإبعاد إيران عن تصرفات وكلائها الذين نفذوا الهجوم في الأردن، إلا أن المرشد في الوقت نفسه شدد على وجوب الاستعداد للرد إذا تم استهداف الأراضي الإيرانية. شملت الاستعدادات أيضا وضع كافة القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب قصوى ونشر دفاعاتها الجوية وصواريخها الباليستية، بينما أخلى عدد من القادة العسكريين الإيرانيين والمستشارين بعض القواعد في العراق وسوريا التي يمكن أن تكون هدفا أمريكيا لتجنب الاغتيالات. الملفت أن طهران أعادت محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني الأسبق والمفاوض في الملف النووي إلى المشهد السياسي بعد 3 سنوات من التهميش، حيث أفادت المصادر أن دائرة المرشد بدأت تتشاور معه كونه يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع الأمريكيين لتفادي الضربة الأمريكية المحتملة. يذكر أن الصحف المقربة من الحرس الثوري هاجمت ظريف متهمة إياه بالخيانة والجهل بعد تصريحاته حول سياسة إيران تجاه القضية الفلسطينية. من بين تصريحات ظريف قوله إن الشعب الإيراني دجر من سياسة النظام في موضوع فلسطين. من أبرز أيضا الأهداف التي قد تكون في مرمى الضربات الأمريكية أفراد منشآت داخل إيران إضافة إلى ميليشيات إيرانية كحزب الله العراقي وعصائب أهل الحق والمقاومة الإسلامية في العراق وحركة النجباء، إضافة لميليشيات عراقية أخرى مثل لواء أبو الفضل العباس ولواء بدر وغيرهما من الميليشيات الممولة من الحشد الشعبي في العراق، فضلا عن ميليشيات فاطميون الأفغانية والزينبيون الباكستانية التي عملت بشكل مباشر تحت إمرة فيلق القدس في معظم المعارك التي خاضها الجيش السوري في حلب ومناطق دير الزور. من القاهرة ينضم إلينا الباحث في العلوم السياسية ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الدكتور حسام فاروق. من لندن ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواس. ومن طهران ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي مصدق بور. أهلا بكم جميعا في استوديو الحدث. أبدأ معك أستاذ مصدق، كل هذه الاستعدادات التي تقوم بها إيران الآن، هل يمكن أن تردع ضربة أمريكية؟ هل تقوم بها لأنها تتوقع ضربة أمريكية كبيرة داخل إيران؟ نعم، شكرا، تحياتي لكم والضيفين ومتابعيكم. أنا أعتقد طبعا هناك تهديد أمريكي، أحيانا إيران لا تأخذ هذا التهديد على محمل الجد وتعتبره ربما يعني ظروف خاصة لإدارة بايدن هي تفرض عليها رد الاعتبار بعد المناوشات مع قوى المقاومة ومقتل 3 من جنوده. أنت تقول أنها لا تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد، لكن هذه المرة هي سحبت عسكريها من سوريا، قام بنشر دفاعاتها داخل إيران. هذه الاستعدادات هل لأنها تتوقع ضربة؟ وهذه التصريحات الإيرانية هل يمكن أن توقف أي رد من قبل الولايات المتحدة؟ أنا لم أقل يعني حد الآن لم أقل كلامي، أنا قلت يعني من جهة لا تأخذ بهذه تهديدات على محمل الجد، وأيضا هي أحيانا تشعر أو تتخوف وتخشى من حالة تهور أو سوء حسابات وتخطيرات لدى إدارة بايدن أو ضغوط من اللوبيات اليهودية أو ضغوط من إسرائيل ومن بعض الأوساط الحماقة، وبالتالي إيران هي تعلن اتخذت يعني الإجراءات الاحترازية، الإجراءات الطارئة فيما يتعلق بدفاعاتها، تنشيط دفاعاتها، وأيضا فيما يتعلق بخفض تواجد مستشاريها العسكريين تجنبا لاستهدافهم من قبل الجنود الأمريكيين والقوات الأمريكية. ولكن عموما انا اعتقد يعني حاليا هناك قواعد اشتباك، ولا اعتقد ان الجانب الايراني ايضا سوف يتجاوز، الجانب الامريكي ايضا سوف يتجاوز هذه القواعد. يعني الاثنان متفقان على عدم توسيع رقعه هذا الصراع،
ولكن لكل حادث حديث. يعني إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية، طيب سأذهب لدكتور محمد القواس حتى نحل مشكلة الصوت معك. دكتور محمد القواس، أيضا أريد أن أتحدث معك في نقطة مهمة، وهي بريطانيا كانت شاركت في الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية على مواقع الميليشيات الحوثية في اليمن. لها موقف لافت هذه المرة بعد أن أعطى بايدن الضوء الأخضر لضربات للرد على إيران، لكن بريطانيا تقول بأنها لن تشارك. لماذا لن تشارك في هذه الضربات؟ تحياتي لك أستاذة ضحى والضيوف الكرام. بريطانيا شاركت في ضربات الحوثيين المهددة للملاحة الدولية بصفتها جزء من المجتمع الدولي، وأنها متضررة مباشرة بريطانيا من هذه العرقلة، وتحدثوا كثيرا عما يؤثره ذلك على الاقتصاد البريطاني. الوضع مختلف تماما عندما يتعرض جنود أمريكيين لهذه الضربات، فهو شأن أمريكي، ولطالما الأمريكيون هم الذين ردوا مرارا على الفصائل التي استهدفتهم، وبالتالي بريطانيا غير معنية. أساسا لم يطلب أحد من بريطانيا أن تشارك. أساسا إذا حصل أن شاركت بريطانيا مع الولايات المتحدة، فنوعية هذه الردود بالمعنى السياسي ستكون أكثر لها معنى، أكثر معنى حربي بالنسبة لهذه الفصائل وهذه البلدان وإيران بالذات. وستبقى كما هو واضح الضربات من قبل الأمريكيين فقط ردا على استهداف جنودهم دون أن يتخطى ذلك إلى مستويات أعلى. طيب دكتور محمد، الطرفان الإيراني والأمريكي يتجنبان توسعة رقعة هذا الصراع، لا يريدان مواجهة مباشرة، لكن بالتطورات الأخيرة وبإعطاء الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر للرد، هل يمكن أن تنزلق الأمور إلى صراع أكبر وأوسع مما نشهده الآن؟ وأي بنك أهداف لدى الولايات المتحدة الأمريكية برأيك؟ يعني ستبدأ بوكلاء إيران أم بالداخل الإيراني؟ أعتقد أستاذ ضحى أنه نحن نشهد حاليا حالة استعراض يعني متبادل ما بين إيران والولايات المتحدة. تذكرين تماما أنه كلما تعرضت مواقع أمريكية في المنطقة كانت الولايات المتحدة تقوم بالرد الفوري سواء في سوريا أو في العراق دون هذا الضجيج والمؤتمرات الصحفية والخطط التي تقدم للرئيس بايدن، والرئيس بايدن قرر ما يلي إلى آخره. بالمقابل لا أحد في الولايات المتحدة تحدث عن ضربات داخل إيران. كل ما تسرب هو طلبات من الكونغرس أو من الجمهوريين أو تسريبات داخل الصحافة، لكن لم يصدر عن أي منبر أمريكي، وآخرهم المعني بالأمر وزير الدفاع، يتوعد بضربات داخل إيران. لاحظي معي منذ قليل عندما تحدثت عن تصريحات وزير الدفاع الذي قال لا نعتقد أن إيران أعطت الأوامر بهذه الضربات، وكلمة لا نعتقد هو قرار سياسي أمريكي، لأنهم لو كانوا يريدون أن يضربوا إيران لاعتقدوا أن إيران هي التي أعطت هذه الأوامر. وبالتالي أعتقد أن إيران تحاول قدر الإمكان كما الولايات المتحدة تكبير الحجر أو تكبير الصخرة، أولا لإقناع الرأي العام الداخلي بأن إيران دولة عظمى وقوية وندية بالنسبة للولايات المتحدة، وثانيا لإقناع كل هذه الفصائل أن هذه المرة مهددة، وبالتالي هي في خندق واحد مع هذه الفصائل التي ممكن أن تتلقى الضربات. نعم، أذهب للدكتور أيضا، للدكتور حسام فاروق. الدكتور حسام، الآن وبعد إعطاء بايدن الضوء الأخضر للرد على مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة حوالي 40، ماذا نتوقع؟ ما شكل الرد المتوقع؟ هو تحياتي لحضرتك ولضيفيك الكريمين. أعتقد إنه الإعلام الأمريكي كان واضح في هذا الذي نتحدث عنه أو المتوقع، إنه أمريكا أعلنت وفقا لإعطاء الرئيس بايدن الضوء الأخضر، أعلنت أنها ستستهدف منشآت وأشخاص في مواقع هي يعني تقول أنها تأكدت أنها لها علاقة بحادث مقتل الأمريكيين 3 وإصابة أكثر من 40 في موقع البرج 22 على الحدود الأردنية العراقية.
فهي حددت أهدافها، وحتى أنه جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض أو متحدث منسق العلاقات في البيت الأبيض قال أنه قد تمتد أكثر من ضربة ولأكثر من يوم. وزير الدفاع الأمريكي أيضا تحدث عن أنه تقريبا الموضوع ربما يأخذ يعني خلال الساعات القادمة. لكن الحقيقة أنه في إشكالية خاصة بدائما التصريحات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعني إشكالية ربما تكون غير مفهومة، كما لو أن هناك تفاهمات سرية بين طهران وواشنطن. يعني الجملة الأولى جملة تنفي أن تكون إيران منخرطة في هذا، ثم الجملة الثانية ولكنها تدرب. يعني حتى أنه ويليام بيرنز اللي هو رئيس الاستخبارات الأمريكية كتب مقالا الثلاثاء الماضي في دورية فورن أفيرز الأمريكية، قال أنه إيران امتلكت الجرأة بعد حرب غزة، إيران لديها استعداد للقتال حتى آخر وكيل، وهذا معناه أنه الحرب بالوكالة أو حرب غير مباشرة. ثم قال ولكن إيران قلقة من توسعة رقعة الصراع وقلقة من أحداث البحر الأحمر والاعتداء على الملاحة، ولكن إيران تعلن أنها ليس لديها نية لتوسعة رقعة الصراع. فأنا أتخيل أنه مثل هذه الجمل هي ربما تفاهمات سرية، فلكن خلال الأيام القليلة الماضية ربما يتم الإعلان عن ضربات في سواء بقى في العراق أو في سوريا، وهي حددتها. أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية حددت ضرباتها، وربما الأخبار القادمة قد تكون من مواقع هذه الأحداث، وقد تكون قد تطال أشخاص. لذلك سبقت إيران بسحب قيادات سحب دبلوماسيها من سوريا في سوريا، لأنها لأنها تتوقع أن الرد سيكون في سوريا أو في العراق. ربما أيضا قائمة الأشخاص. نعم، سأذهب مرة جديدة لضيفي في العراق أولا. أنا أتخيل أنه في العراق أولا. أستاذ مصدق بور، هل تتفق مع وجهة النظر هذه؟ وإذا كانت إيران تسحب دبلوماسيها من سوريا وتحاول تهدئة الأمور في المناطق خارج إيران، لماذا نشرت أسلحتها صواريخها الباليستية أصبحت على أهبة الاستعداد في الداخل الإيراني؟ طبعاً المؤسسة العسكرية الإيرانية هي تعمل بواجبها، يعني لا يعني إنه قرار سياسي نهائي. طبعاً قرار ويتخذ من قبل مجلس. أنا أعتذر لك أستاذ مصدق، لكن في مشكلة حقيقية في الصوت، أعتذر لك. دكتور محمد القواس، بنفس السؤال، يعني كان غريب التحركات السريعة جداً بالنسبة لإيران، ليس فقط يعني تحركات لاحتواء الموقف عن طريق وكلائها في المنطقة، ولكن حتى في الداخل الإيراني قام بتحركات كبيرة وأصبحت على أهبة الاستعداد. لماذا تتوقع، على الرغم من التصريحات الدائمة من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية أنهما لا يريدان مواجهة مباشرة وجها لوجه أو حتى توسع لنطاق هذا الصراع، أن تتخوف إيران بهذا الشكل في الداخل؟ طبعا أعتقد أن إيران لا تتخوف، لكنها تريد بشكل أو بآخر أن تغطي التنازل. يعني خلال الساعات الأخيرة أعلن حزب الله العراقي عن وقف هجماته. حزب الله العراقي الذي أعلن مسؤوليته، ولكنه أيضا تم اتهامه مباشرة من الولايات المتحدة بالتسبب بمقتل الجنود 43 جريحا، وبالتالي هذا الهدف بالذات أعلن أنه سيوقف هذه الهجمات. ثانيا، تم التسريب، أيضا هو تسريب إيراني، أن إيران تنسحب من سوريا أو تسحب ضباط أو تسحب دبلوماسية، بمثابة أيضا خطوة أخرى نحو التراجع الإيراني. تغطية هذا التراجع إما بالتصريحات عالية النبرة إما بتسريبات أخرى، نحن لا نعرف فعلا إذا كانت إيران مستنفرة إلى هذه الدرجة وأن الصواريخ البالستية تنتشر، خصوصا أنه ليس هناك أي أعراض للداخل الإيراني أو للقيادة الإيرانية تقول أن هناك هجوم مختلف. لم نرى أن هناك تبدل في الأسطول الأمريكي في تموضعه، في تحرك حاملات الطائرات، كل ذلك لم يحدث. وأن البيانات الأمريكية تقول سنعاقب من ضرب، ولم يقولوا يوما على المستوى الكونغرس أو وزارة الخارجية أو البيت الأبيض بأن إيران مستهدف. إذا كانت إيران مستهدفة فهذا يعني تحضرت الرأي العام الداخلي الأمريكي خصوصا بأن حربا آتية.
دكتور حسام، أنا قطعتك في نقطة أنك تتوقع بأن الضربة ستكون في العراق وليس في سوريا. لماذا تتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ بضرب يعني الميليشيات أو وكلاء إيران في العراق؟ أنا أتخيل أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبدأ رد الضربة من موقع الضربة الأولى، وهي تؤكد وفقا للاستخبارات الأمريكية أن حزب الله العراقي هو المسؤول مباشرة عن مقتل الجنود الأمريكان الثلاث، ومن ثم فهي ستبدأ في هذا الموقع. وأيضا هي حددت فصائل أخرى أيضا ربما لم تكن متورطة في الحادث الأخير، ولكنها نفذت هجمات على منشآت أمريكية أو ضد أمريكا في وقت سابق، ربما عصائب أهل الحق، كتائب الشهداء، وبعد ذلك ستنتقل إلى سوريا. وفيما يخص سوريا، حددت إيران أن كل مواقع الفصائل في سوريا سواء في الشمال أو في الجنوب، طبعا احنا عارفين انه في الجنوب في حزب الله اللبناني موجود، هي حددت كل اماكن الفصائل المرتبطة او المتعلقة بإيران هي موقع استهداف. الحقيقة انه انا برضو مستغرب حاجة، انه الاعلام الامريكي في مثل هذا هكذا حادث نشر كل اوراقه. يعني أنا برضو واقف عند هذه النقطة، إنه حدد يعني كان فقط يعني فقط هو لم يذكر الأسماء، لأنه قال سيتم استهداف منشآت وأفراد، ولكنه حدد الأماكن وحدد المواقع، وهذا ربما يكون له علاقة أيضا بالداخل الأمريكي، لأنه الرئيس بايدن يريد أن يحافظ على مكانته وموقعه قبيل معركة الانتخابات القادمة، مع حديث عن تضاءل شعبيته. وإيران كما لو كانت في كل انتخابات أمريكية لها ذراع، يعني حتى في الانتخابات الأمريكيين أيام جيمي كارتر ورونالد ريغن، رغم أن كارتر كان محقق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، ولكنه فشل في تحرير الرهائن التي احتجزتهم إيران ورسب في الانتخابات. طيب أنا أريد أن أشير إلى هذه الأخبار العاجلة، ليست بعيدة عن ما يتم الحديث عنها الآن من رد على إيران ووكلائها. الآن هذه الصورة هي لمستشار في الحرس الثوري والذي استهدف من قبل إسرائيل في سوريا. إذن هذه الصورة للمستشار في الحرس الثوري الذي قتل في غارة إسرائيلية فجر اليوم في سوريا. دكتور محمد القواس، هذا ليس أول يعني مستشار تابع أو يعني مسؤول في الحرس الثوري يتم استهدافه في سوريا. قبلها كان رضي موسوي وهو شخصية مهمة بالنسبة لإيران أيضا. نحن أمام ماذا الآن في استمرار هذه الاستهدافات؟ كما لاحظي أنه الكلام حاليا خلال الأيام الأخيرة حول هذه الضربات القادمة من الولايات المتحدة، بينما الضربات الإسرائيلية أصبحت روتينية وعادية، علما أنها تنزل خسائر مباشرة وموجعة بالطرف الإيراني وليس بميليشياته وبالحرس الثوري كما ذكرتي تماما. وفي الساعات الأخيرة كان كلام كثير حول انسحاب أو سحب لضباط من الحرس الثوري من سوريا، ويبدو أن إسرائيل تلاحق هذه الضباط أو بنك الأهداف الذي تمتلكه حتى الرمق الأخير. بمعنى أو بآخر، أن الضربات الأمريكية لن تؤثر لا قبل ولا بعد على استمرار إسرائيل في ضرباتها ضد مواقع إيرانية، وكأن هناك ضوء أخضر ليس فقط أمريكي حتى دولي بعدم المس أو بعدم العتب على إسرائيل باستهداف سوريا. هل نتوقع إذن هذه السياسة هي التي ستتبع للرد على إيران، استهدافات ليس فقط لأدراعها ولكن لشخصيات كبيرة تابعة للحرس الثوري، وإلى أي مدى يمكن أن تستمر إيران في السيطرة وضبط النفس دون رد، أو التصريح فقط بأنها سترد في الزمان والمكان المناسبين، أو سترد ردا ذكيا كما صرحت في السابق؟ طبعا إيران عندما تم اغتيال قاسم سليماني ربما اعتبرت الأمر استثناء، لكن يبدو هذا الاستثناء أصبح من روتين العمليات العسكرية الإسرائيلية، أن الأمر لم يعد يستهدف الفصائل التابعة لسوريا، علما أن هذه الفصائل قد تكون من أقطار مختلفة ربما من العراق أو من باكستان إلى آخره.
واستهداف لحزب الله أيضا في سوريا ولكن ليس في لبنان، لكن هذه المرة إسرائيل توجه رسائلها النارية مباشرة إلى الجسد العسكري الأساسي الإيراني وهو الحركة الثورية داخل بلدان خارج هذه القاعدة، داخل بلدان خارج إيران. اليوم الرئيس إبراهيم رئيسي أعتقد أنه قال كلاما يعني غريب عجيب، قال أننا مستعدون للرد إذا ما تعرضت إيران الأراضي الإيرانية إلى اعتداء. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني يفسر السياسة الإيرانية تماما بعدم التدخل أبدا إذا ما تعرضت الفصائل في غزة أو الفصائل في لبنان أو الفصائل في العراق في سوريا، وربما على هذه الفصائل أن تسير ضمن هذه القاعدة بشكل نهائي. أعود لضيفي مرة جديدة أستاذ مصدق بور للرد أيضا، مسؤول آخر كبير في الحرس الثوري يتم استهدافه من قبل إسرائيل، كان قبلها الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت شخصية كبيرة رضا موسوي، وإيران كانت تتحدث عن أنها ستلتزم بما وصفتها الصبر الاستراتيجي. متى سينفذ صبر طهران إذا كان سينفذ، أم أنها فقط ستكتفي بالتصريحات بأنها سترد في المكان والزمان المناسبين، أو سترد فقط إذا تم استهداف الداخل الإيراني؟ نعم طبعا الصبر الاستراتيجي يعني في المفهوم الإيراني هو أن ننتظر ونشاهد ما يجري في داخل إسرائيل من تفجير للوضع الداخلي و انهيارات، والحكومة اليوم يعني بن غفير ويهدد بأنه سوف يشكل محور ضد أي صفقة يبرمها نتنياهو، وأيضا حزب غانتس يهدد بالانسحاب إذا أراد نتنياهو أن لا يمرر هذه الصفقة، وبالتالي هناك انهيارات. وإيران أنا أعتقد كل ما يجري يعني هذه الاعتداءات الإسرائيلية واستهداف المستشارين الإيرانيين هذا لا يرتبط بالداخل الإيراني، هذا يرتبط بالشق الإيراني الخاص بالمقاومة الخاص بسوريا. يعني هذه الأعمال الإسرائيلية وهذه الاعتداءات الإسرائيلية أنا في اعتقادي هذه هي ردود فعل على مقتل جنودي على يد حماس. يعني هم يعلمون يعني ما هو دور هؤلاء المستشارين، ما هو دور المقاومة، وبالتالي إسرائيل تتلقى على مدار الساعة ضربات، هي طبعا تعوض عن ذلك باستهداف النساء والأطفال في غزة للأسف. سأكتفي معا بهذا القدر لانتهاء الوقت تماما. أشكركم شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي مصدق بور، كنت معنا من طهران، وأيضا دكتور محمد القواس أيضا الكاتب والباحث السياسي، ودكتور حسام فاروق الباحث في العلوم السياسية ورئيس تحرير جريدة الجمهورية، شكرا جزيلا لكم. وفي استوديو الحدث أيضا لكن بعد الفاصل. نتنياهو يقول إن العقوبات الأمريكية على مستوطنين خطوة غير ضرورية. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد، والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً.
تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتساعد. وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع إدراج 4 منهم على القائمة السوداء. يمنع الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن المستوطنين الإسرائيليين 4 من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة ويمنعهم من دخولها، كما يحظر على مواطني الولايات المتحدة عموما التعامل معهم. الإجراء الذي اتخذناه اليوم يأتي في أعقاب الخطوة التي أقدمنا عليها في ديسمبر بفرض قيود على تأشيرات الدخول لعشرات الأفراد لمساهمتهم في أعمال العنف وعدم الاستقرار في الضفة الغربية. لا يوجد أي مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين مهما كان أصلهم القومي أو العرقي أو الديني. وقد أثار الرئيس ووزير الخارجية مخاوفنا مع نظريهما الإسرائيلي والفلسطيني بشأن مستوى العنف في الضفة الغربية، وشددا على أنه يجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لوقف العنف ضد المدنيين ومحاسبة المسؤولين عنه. في وقت سابق اليوم أصدر الرئيس أمرا تنفيذيا جديدا ينص على إنشاء سلطة أمريكية لفرض عقوبات مالية على الأشخاص الأجانب المتورطين في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية. وبموجب السلطة الممنوحة تبعا لهذا الأمر، تفرض وزارة الخارجية اليوم عقوبات مالية على 4 مواطنين إسرائيليين بسبب أعمالهم المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية. الرئيس بايدن والوزير بلينكن كانا واضحين بشأن مستويات العنف التي شهدناها في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية غير مقبولة. ارتفع العنف في الضفة الغربية إلى مستويات مثيرة للقلق في عام 2023، ويشمل ذلك مستويات غير مسبوقة من العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يستهدفون الفلسطينيين وممتلكاتهم، فضلا عن العنف الذي يمارسه المسلحون الفلسطينيون المتطرفون ضد المدنيين الإسرائيليين. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن مستويات العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر القليلة الماضية غير مقبولة، بما في ذلك عنف المستوطنين حسب تعبيره. אבל אני מדגיש לא בכל מחיר. יש לי קווים אדומים, ביניהם אנחנו לא נסיים את המלחמה. רק גדולה. نقل موقع إخباري إسرائيلي عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن العقوبات الأمريكية على مستوطنين بالضفة الغربية خطوة غير اعتيادية ولا محل لها. أكد أن الغالبية العظمى من المستوطنين في الضفة يلتزمون بالقانون، والعديد منهم قاتلوا دفاعا عن إسرائيل خلال الفترة الماضية. كما أضاف نتنياهو أن السلطات الإسرائيلية تتخذ إجراءات ضد المجرمين في كل الأماكن، ولا حاجة لاتخاذ خطوات خارجية بهذا الشأن على حد قوله. من رام الله ينضم إلينا المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أبدأ معك من هذا القرار الأمريكي بفرض عقوبات على مستوطنين، إلى أي مدى تعتبرون هذه الخطوة مهمة؟ نحن نتحدث طبعا عن 4 مستوطنين، بالنسبة لكم ما الذي يعني هذا القرار الذي يمثل سابقة؟ تحية لك. بداية نتمنى أن يكون هذا القرار المهم ليس للتغطية على قرار مماثل صدر بالأمس وهو حظر منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة
الأمريكية، وأن يكون هذا القرار هو استجابة لنداءاتنا المتتالية لكل دول العالم وللولايات المتحدة الأمريكية بضرورة وضع حد لعدوان المستوطنين المتنامي في الضفة الفلسطينية، تماما كما نطالب وقف العدوان عن شعبنا في قطاع غزة. لكن من المهم أن نتوقف هنا أن هذه الاعتداءات المتواصلة من قبل المستوطنين هي بحماية جيش الاحتلال، وبعد دخول ابن كفير إلى حكومة الائتلاف واليمين المتطرف أصبحت بحماية ورعاية الحكومة. وقد طرح ابن كفير مشروعا بإنشاء الجيش الوطني وقصد به جيش المستوطنين، وأغلب هؤلاء المستوطنين هم يخدمون في الجيش، بالتالي هناك رعاية من حكومة الاحتلال للمستوطنين. وأخذت الحكومة قرارا في ما بعد 7 أكتوبر وما قبل بتسليح عشرات آلاف المستوطنين. قبل أيام قليلة أخذ قرار بتسليح وحدة كاملة من ضباط الجيش التي تتبع للتيار الصهيوني الذي يسمى نيتسح يهودا، وهذا منصاع تماما لفتاوى حكمات الاستيطان، تم تسليحها بالصواريخ بحجة أن هذه الصواريخ حتى يقومون بقصف أي سيارة ممكن أن تقوم بعمل ما ضدهم. وبالتالي هذا الفعل الذي يقوم به المستوطنين هو برعاية الحكومة. هل ستأخذ الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات بحق هذا المتطرف ابن كفير الذي يقود كل هذا العنف في الضفة الفلسطينية؟ نحن أيضا عرضنا هذه التصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يقول فيها بأنه هذه خطوة غير اعتيادية ولا محل لها. أيضا سموتريتش قال بأن هذه الخطوة، هذه الحملة الأمريكية يعني كذبة ينشرها أعداء إسرائيل. وبالتالي هل هذا القرار بوضع عقوبات على المستوطنين أفرغ من مضمونه بهذه التصريحات التي تأتي من أعلى المسؤولين في إسرائيل؟ يعني هم مطمئنون في إسرائيل من أي موقف يأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها هي من يدعم بشكل كامل ما يحدث في قطاع غزة. وبالتالي حجم المجازر التي ارتكبت في قطاع غزة وترتكب حتى اليوم، كان الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية أن توقف هذه المجازر وأن لا تدعم هذه المجازر بالسلاح والصواريخ. وبالتالي حكومة الاحتلال ودولة الاحتلال دائما هي مرتاحة من أي شيء ممكن أن يأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، نحن نقول أن مهم ملاحقة هؤلاء المجرمين ووقف عدوانهم، ليس فقط فرض ضغوطات، إنما نريد وقف لهذه الاعتداءات المتواصلة على شعبنا، ونريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تأخذ خطوات فعلية وحقيقية تجاه وقف العدوان وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، وأن لا تكون خطواتها في إطار الاستهلاك الداخلي بعد أن خسرت إدارة بايدن وحزبه الديمقراطي الكثير إزاء دعمه. طيب، هذه نقطة غاية في الأهمية، تحسين صورته قبل الانتخابات. أستاذ عبد الفتاح، هذه نقطة غاية في الأهمية، هذه العقوبات التي فرضت على المستوطنين بالإضافة إلى التصريحات الأمريكية أيضا بالاعتراف بدولة فلسطينية، والولايات المتحدة تحدثت حتى عن شكل هذه الدولة أو أنها تدرس خطط لشكل هذه الدولة، ربما تكون دولة منزوعة السلاح. هل باعتقادكم هناك تغير في التوجه الأمريكي بشكل عام، أم بسبب الانتخابات الأمريكية والحسابات الأمريكية، أم بسبب أنها تريد أن ترسل رسائل لإسرائيل وتضغط عليها؟ وكيف يخدمكم ذلك؟ يعني هو فيما يتعلق بالموقف الأمريكي، الكل يعلم أن أمريكا كانت الراعية لعملية السلام ولم تقم برعاية هذا السلام، وإنما رعت الاحتلال والعدوان وأدارت الصراع ولم تقم بأي خطوة فعلية اتجاه حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها ضمن قرارات الشرعية الدولية. لكن اليوم ما بعد 7 أكتوبر وما حصل خلال 4 أشهر الأخيرة، على ما يبدو أن هناك قناعة قد توفرت لكل دول العالم أن مفتاح الحل يكمن فقط في فلسطين وبحل القضية الفلسطينية وبقيام دولة فلسطينية. وأمريكا صار دولة منبوذة حتى داخل شعبها الذي بات يدرك حجم الدعم الذي تسبب في قتل عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين. والأهم من ذلك، نعم، هو مرتبط بأمر داخلي في أمريكا. الانتخابات قريبة وهم تضرروا كثيرا، بايدن وحزبه تضرر كثيرا، وبالتالي هو يريد يعني تحسين هذه حسابات الصورة. أمريكية انتخابية، كيف يمكن أن تستثمر من جانبكم؟ خسارة أمريكية بسبب الدعم اللامحدود لإسرائيل، ولكن ماذا عنكم أنتم؟ أين تحركت جهودكم منذ بدء هذه الحرب وحتى الآن في اتجاه المصالحة؟ أتحدث عن السلطة الفلسطينية وإعادة
تشكيلها، هل أنجزت أي خطوات؟ هل تم استغلال هذه التحركات والمواقف الدولية التي تتغير تباعا مع استمرار الحرب؟ نعم، أولا سنعول على المواقف الدولية جمعاء غير الموقف الأمريكي، ولذلك نحن ننادي اليوم بمؤتمر دولي للسلام وتعدد الأطراف. أنا أتحدث عنكم أنتم فتح، عن السلطة، عن الفلسطينيين. نعم، داخليا هناك قناعة كبيرة اليوم لدى الكل، حتى لو كانت هناك تصريحات خارج هذا السياق، اليوم الكل مدرك في فتح وحماس وكل الفصائل الفلسطينية أن حصد أي إنجاز لصالح الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية يكمن في الترميم الداخلي وبناء وترميم البيت الفلسطيني الداخلي، ولذلك اليوم الكل يتحدث في هذا الموضوع، نتحدث مع الفصائل، فصائل منظمة التحرير، وهناك حديث مع الفصائل خارج منظمة التحرير، وهناك لقاءات واتصالات هنا وهناك سيتم الإفصاح عنها حالما تم إنجاز أي شيء يستحق أن نتحدث عنه، لكن الكل مدرك. هل يعني ذلك بأنه حتى الآن لم ينجز أي شيء يستحق التحدث عنه؟ لا، يعني اليوم لو تستمعون إلى المواقف السياسية من حركة حماس ستجدونها أكثر قربا من الموقف السياسي الذي تناضل من أجله فتح مع المجتمع الدولي، وهو إنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية. الكل متوافق أن غزة لا يحكمها إلا الفلسطينيين، وأن السلطة الفلسطينية وحركة فتح وحماس وكل الفصائل هم جزء أصيل من هذا الشعب، وهم من يحكمون ويقررون مصيرهم، والشعب الفلسطيني من يقرر مصيره. اللغة اليوم تقريبا هي لغة واحدة، وهذا كله بناء على معطيات كثيرة وحديث كثير، وبناء على مسؤولية وطنية تحتم على الكل الحديث بهذه اللغة، ونتمنى أن تثمر فعلا في ترميم وتمتين البيت الداخلي والمؤسسة الفلسطينية، وأن يتوقف هذا العدوان، وأن نبدأ فورا بإعادة الحياة إلى قطاع غزة التي دمرها هذا الاحتلال المجرم. شكرا جزيلا، المتحدث باسم حركة فتحة عبد الفتاح دولة، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا. استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل. وزير الخارجية البريطاني يقول إن على عناصر حزب الله الابتعاد عن الحدود مع إسرائيل لمنع أي تصعيد جديد. هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة، لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم، ونسأل ونبحث ونتحرى، لأننا نسعى دائماً لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. أهلا بكم. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 3 عناصر على الأقل من الميليشيات الموالية لإيران في الغارات الجوية الإسرائيلية فجر اليوم، والتي استهدفت مزرعة في منطقة السيدة زينب قرب المدرسة المهنية وإدارة الحرب الإلكترونية جنوب دمشق. أضاف المرصد أن الغارات الإسرائيلية طالت موقعا كان قد أخلي في وقت سابق في محيط بلدة الغزلانية على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات عن سقوط خسائر بشرية
أخرى. أضاف المرصد أن إيرانيا وعراقيا وثالثا مجهول الهوية هم قتلى الغارات الإسرائيلية، بينما كشفت مواقع إيرانية عن مقتل مستشار في الحرس الثوري بالضربات الإسرائيلية. قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون لصحيفة النهار اللبنانية إن الأولوية الآن تكمن بوقف التصعيد بين حزب الله وإسرائيل والبحث عن البديل لذلك. أكد كاميرون بأن هناك بديل جيد يتضمن تطبيق القرار 1701، وهذا يعني أن ينقل حزب الله قوته إلى شمال نهر الليطاني والترسيم الصحيح للخط الأزرق على الحدود، مشيرا أنه يعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن حزب الله لا يريد تصعيد الحرب ولا حتى إسرائيل تريد التصعيد، داعيا الجيش اللبناني إلى اللعب دور أكبر في جنوب لبنان ومع إبعاد حزب الله عن المنطقة. أضاف كاميرون أن المنطقة بحاجة لاستقرار أكبر مع إبعاد حزب الله عن الحدود، أما فيما يتعلق بالشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة الفلسطينية فأشار كاميرون أنه على الدول العربية والدول التي تمتلك دورا فعالا ويمكنها المساعدة أن تجتمع وتبحث كيفية خلق دافع نحو هذا الحل. أضاف أن إسرائيل لا تريد أن يكون للدولة الفلسطينية جيش كبير ولا تحالفات مع دول مثل إيران. هذا وتسعى دول غربية بينها المملكة المتحدة لإيجاد حل عملي للعنف الدائر على الحدود اللبنانية من خلال التطبيق الكامل للقرار 1701 وفق ما نقلته وكالات AFP عن دبلوماسي غربي، حذر من وجود خطر متزايد للتصعيد من جانب إسرائيل لأسباب سياسية داخلية، بينما حزب الله لا يريد الحرب. قال المسؤول في حزب الله نبيل قاووك إن حزب الله كثف من عملياته ردا على التصعيد الإسرائيلي. من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي حنا صالح، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. أبدأ معك من هذه التصريحات لوزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون يتحدث أن لا حزب الله ولا إسرائيل يريد التصعيد، ولكن كيف يمكن تجنب هذا التصعيد مع تصاعد التوتر على الحدود؟ التصريحات التي أدلى بها كاميرون في بيروت بالغة الأهمية، لكن الحقيقة أن هناك قرار إسرائيلي بحرب ضد لبنان، والقرار الإسرائيلي المتخذ والذي يتحين قادة إسرائيل الظرف المناسب لتنفيذه هو يخدم المصالح الشخصية لنتنياهو لإطالة الحرب، لإطالة بقائه في السلطة، أيضا يخدم المستوى السياسي الحاكم في إسرائيل الذي ينطلق من أهمية الوفاء إذا صح التعبير للإسرائيليين الذين أجلوا من مستوطنات الشمال. أما المستوى العسكري الإسرائيلي فيعتقد أن الضربة العسكرية ضد لبنان مهمة جدا لإعادة الهيبة لإسرائيل، لإعادة الردع للجيش الإسرائيلي، وهو الأمر الذي فقده في بعد 7 أكتوبر. هذا عن إسرائيل أستاذ حنا وموقفها، وأنت تقول بأنها تريد أن تقوم بهذه الضربة ولديها أسبابها. ماذا عن لبنان؟ ما الذي يستطيع أن تسمعني؟ أقطع الاتصال للأسف. طيب نحاول العودة مرة جديدة لضيفي إذن الكاتب الصحفي حنا صالح الذي كان معنا من بيروت، نتحدث عن تصريحات وزير الخارجية البريطاني وأيضا عن الوضع والجهود لمنع حرب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية. لا أدري إذا كان يسمعني الآن. لا، طيب سنذهب إلى الملف السوداني حالا يجهز ضيفي. وقع بمدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور مواجهات دامية بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الجيش والدعم السريع، أوقعت المواجهات 3 قتلى في صفوف المواطنين و8 جرحى، كما خلفت المعارك نزوحا وهلعا كبيرا في الأحياء الشمالية والشمالية الشرقية لمدينة الفاشر، فيما
ما زال القصف المدفعي متواصلا بعاصمة إقليم دارفور. رصدت كاميرا الحدث مخلفات العملية العسكرية التي شهدتها أحياء منطقة أمدرمان القديمة، وما زالت مستمرة في بعض الجبهات بفعل المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع. مراسل الحدث نزار بقداوي رصد الوضع والتقى بعض المواطنين العائدين إلى تلك المناطق. نتابع. المعارك العنيفة التي شهدتها منطقة أم درمان القديمة بين الجيش وقوات الدعم السريع أخبرت عن شواهد ومعارك شهدتها هذه المنطقة. هذه هي بعض الخسائر العسكرية في العتاد العسكري الذي يتبع لقوات الدعم السريع. بحسب الجيش، هذه السيارات شاركت في معارك وصفت حينها بالعنيفة خلال الأشهر الماضية بين الجيش والدعم السريع. هذه السيارات وصلت إلى هذه المناطق المتقدمة في منطقة أم درمان القديمة واشتبكت مع قوات الجيش التي أيضا تمركزت في هذه المنطقة، والآن انفتحت بصورة كبيرة توصف بأنها كبيرة جدا من قبل أيضا قوات الجيش، ووصلت إلى مناطق متعددة داخل منطقة سوق أم درمان وفي المناطق الغربية والشرقية لمنطقة أم درمان القديمة. التجول في هذه المنطقة المتقدمة من أحياء أم درمان القديمة تخبر أيضا عن آليات عسكرية تتبع للدعم السريع شاركت في العمليات العسكرية ضد قوات الجيش السوداني. في منطقة الحارة 15 تبدت معالم القصف المدفعي الذي تعرضت له هذه المنطقة، السوق وعدد من الأحياء السكنية وبعض المنازل وبيوت المواطنين تأثرت تأثيرا مباشرا بالقصف المدفعي الذي طال هذه المناطق خلال فترة الحرب. سقطت 3 دانات في هذا الحي وكان مكتظ يعني بالمواطنين، وتوفي قريب حوالي 17 ديل ماتوا في اللحظة واحدة هنا ده. بالإضافة لذلك وقعت كثير من الدانات في المنازل. كنا في سنار السوكي، وحاليا جينا راجعين بيتنا في 15 الثورة. سبب الرجوع شنو؟ هل في أمان ولا في ظروف ثانية؟ هل حاليا في أمان يعني أحسن من أول بكثير، لكن نتمنى الأمان يكون أكثر من كده. دارين راحة، ما عايزين الحرب ده، هي الحرب ده يقف. حسي الجيش ده عمنا والله، الجيش ده ما دام ما هي جاهزة والله يعمل لنا عمان شوية يعني. الحمد لله رب العالمين، وطمننا حتى جينا راجعين بيوتنا قعدنا الحمد لله ما في حاجة يعني. معانا بالليل وبالنهار الشوارع ده كله يعني الجيش عايمين. نزار البقداوي لقناتي العربية والحدث أم درمان. عود سريعا للكاتب الصحفي حنا صالح الذي ينضم إلينا من بيروت. حضرتك كنت تتحدث عن أنه إسرائيل تريد هذه الحرب، لكن دعنا نتحدث عن الجانب اللبناني، ما الذي يقوم به يعني أن يتصدى لأي محاولات يمكن أن تؤدي إلى حرب؟ وزير الخارجية البريطاني زار لبنان الرسمي، لكن القرار في يد حزب الله. حزب الله في عنق الزجاجة، لا يستطيع أن يتقدم ولا يستطيع أن يتراجع. لا يستطيع أن يتقدم لأن القرار الإيراني عدم توسيع الحرب، ولا تريد إيران أن تعرض استثمارها في حزب الله لخسائر كبيرة. ولا يستطيع أن يتراجع لأنه يفقد ماء الوجه إن صح التعبير أمام بيئته ومحيطه، باعتبار أنه قدم نفسه أنه القوة الرادعة التي حولت إسرائيل إلى بيت من عنكبوت. بأي حال الغائب الأساسي هو الموقف الرسمي، الغائب الأساسي هو موقف الحكومة اللبنانية، هو موقف البرلمان اللبناني الذي يجب أن يحتضن الموقف الشعبي الرافض للحرب، الرافض أخذ لبنان إلى الدمار. هناك دمار كبير في الجنوب يفوق ما حصل في حرب العام 2006. هناك أكثر من غزة صغيرة في القرى الحدودية، وهناك تهجير أكثر من 80% من سكان جنوب الليطاني، وعددهم نحو 170,000 تهجر منهم أكثر من 100,000 فضلا. طيب، وهناك اقتراحات من وزير الخارجية البريطاني، هل يمكن للبنان الرسمي أن يدفع باتجاهها، أن يلعب الجيش اللبناني دور أكبر في جنوب لبنان، أن يقنع إسرائيل يقنع حزب الله بالقرار 1701؟ بالتأكيد بوسع الاتصالات الخارجية وما أعلنه الوزير البريطاني أن تلعب دور إيجابي. الوزير كاميرون
تحدث عن تقديم دعم للجيش للانتشار ودعم لقوات اليونيفيل وبناء أبراج في المنطقة الحدودية لضبط الأمن، وهناك تجربة بريطانية بتدريب قوات عديدة 26 ألف جندي من الجيش اللبناني تم تدريبهم على أيدي الجيش البريطاني ويمكن أن يقوموا بدور كبير. المشكلة غياب القرار السياسي عند المتحكمين بالبلد الذين ذهب رئيس حكومة لبنان إلى ربط الأمن في الجنوب بحرب غزة. هذه كارثة على لبنان، كارثة على الشعب اللبناني، كارثة على أمن الجنوب وسلام لبنان. لا ينبغي أن يكون لبنان بهذه التبعية للقرار الإيراني. المشكلة الغياب الرسمي. أنا أسفة. الكاتبة الصحفية حنا صالح كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. ختم الساعة الأولى، أعود ألقاكم على رأس الساعة القادمة. إلى اللقاء. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر، هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهداً، تشكل خبراً، تصنع حدثاً. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أكثر من 1,100,000,000 شخص يعيش تحت خط الفقر في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. رحى حروب لا تتوقف،
تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائماً في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من استوديو الحدث، وهذه أبرز العناوين. ضوء أخضر أمريكي لشن ضربات ضد إيران وميليشياتها في العراق وسوريا، ولندن ترفض المشاركة. طهران تتأهب بأنظمة دفاعاتها وصواريخها الباليستية، وتتشاور مع أبرز مفاوضيها النوويين لخبرته في التعامل مع الأمريكيين. 3 قتلى في غارة إسرائيلية جنوب دمشق، بينهم مستشار في الحرس الثوري الإيراني. إسرائيل لا تستعد لعملية أوسع في رفح قرب الحدود المصرية، وتؤكد للقاهرة أن عمليتها لن تؤدي إلى هجرة جماعية. مساع غربية لحث لبنان وإسرائيل على تنفيذ القرار 1701 لمنع حرب محتملة مدفوعة بالسياسة الداخلية بإسرائيل. تستعد إسرائيل لمواصلة حربها على قطاع غزة جنوبا بالقرب من الحدود المصرية، بعد حديثها عن تفكيك كتيبة حركة حماس في خان يونس، في الوقت الذي تتكثف فيه الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمس الخميس إن ما وصفه بالنجاح في القتال ضد المسلحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب غزة يعني أن قواتها يمكن أن تتقدم باتجاه رفح على الحدود الجنوبية للقطاع. نتواجد هنا في مكان التوغل الإسرائيلي في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وكما تشاهد الدبابات الإسرائيلية التي انسحبت من هذه المنطقة مخلفة خلفها الكثير من الدمار، وأيضا القصف الإسرائيلي الذي طال كل مناحي الحياة في هذه النقطة
تحديدا في مدينة خان يونس في المناطق الغربية، كما تشاهد هذه المخازن التي تتبع لبعض المؤسسات الإغاثية وأيضا بعض المباني التي تقدم الرعاية الأولية وأيضا المشافي ومشفى الخير على وجه الخصوص، وكذلك حرم جامعة الأقصى في المنطقة الغربية لخان يونس، والتي وصلتها الدبابات إلى هذه النقطة وقامت بتجريف السور الخارجي وأيضا أطلقت الرصاص والقذائف المدفعية على هذا المبنى الذي ترونه في الصورة. قالوا اخلوا المناطق هذه كلها مع مجمع ناصر، لأن هذه منطقة قتال وسوف يتم نسف هذه المنطقة بالكامل. فقمنا على سرعة وقامت النساء والأطفال في الطريق، وذهبنا من مجمع ناصر في هذه المنطقة وكانوا اليهود عاملين حاجز. هنا بعض المواطنين يحاولوا تفقيد منازلهم وتفقيد بعض الأماكن التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي في ساعات صباح هذا اليوم، بعدما توغل هذه النقطة لأكثر من أسبوع متواصل وهو يقوم بعملية توغل وتمركز هنا على هذه النقطة التي أتوقف أمامها وهي في مدينة خان يونس تحديدا في المنطقة الغربية. لقناتي العربية والحدث، محمد عواد، قطاع غزة. هذا واقتحمت القوات الإسرائيلية مدن نابلس والخليل وبلدات أخرى في الضفة الغربية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بحسب وسائل إعلام فلسطينية، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية شابين من بلدة عزون وقرية باقة الحطب شرق قلقيلية. من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث محمد عوض. محمد، أهلا بك معنا. إذن حول الأوضاع الميدانية في ظل تكثيف إسرائيل لضرباتها وأيضا اشتباكاتها في جنوب القطاع خاصة في خان يونس، ماذا يحدث؟ نعم، نبدأ في خان يونس، هذه المنطقة التي تتعرض لقصف إسرائيلي متواصل. كان آخر الغارات وآخر التفجيرات التي أحدثتها الدبابات الإسرائيلية هو نسف وتفجير لعدد من المنازل السكنية تحديدا في منطقة قيزان رشوان وهي القريبة من مدينة خان يونس، لكن في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس انسحبت الدبابات من أماكن التموضع وأماكن التوغل تحديدا في حرم جامعة الأقصى وأيضا في محيط منطقة أصداء والمنطقة المؤدية لمنطقة المواصي، وتتركز أعمال الجيش الإسرائيلي في هذه اللحظات في محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. قبل قليل كان لنا اتصال مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومع أحد العاملين داخل مستشفى الأمل، أكد بأن اسطوانات الأكسجين ويعني خطوط الأكسجين الخاصة بمستشفى الأمل بدأت تنفذ بسبب الحصار الإسرائيلي لأكثر من 5 أيام على هذا المشفى، وأيضا هناك خطورة بالغة على يعني المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة من النازحين الذين حوصروا مع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني داخل قسم الاستقبال والطوارئ وأيضا داخل مخازن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس وسط إطلاق نار كثيف للدبابات الإسرائيلية وأيضا للقناصة التي يتمركز فوق أسطح المنازل، على الرغم من وجود انسحابات عديدة للدبابات الإسرائيلية سواء في مدينة غزة أو في أيضا المناطق الغربية لشمال قطاع غزة وكذلك في مدينة خان يونس، إلا أن الطائرات الإسرائيلية لا زالت تقصف بين الفينة والأخرى أهداف مختلفة سواء في المناطق الجنوبية أو في مدينة غزة. قبل قليل كان هناك استهدافات من قبل المدفعية. نعم. بعد انسحاب الدبابات أين توجهت محمد؟ الأراضي الزراعية في شرق مدينة غزة. تقول الانسحابات من بعض المناطق. الدبابات في مدينة خان يونس متواجدة في منطقة حي الأمل وامتداد شارع 5 حتى منطقة القرارة. كانت الدبابات تتواجد في المنطقة الغربية لمستشفى ناصر، الدبابات انسحبت فعليا ووثقنا بالصوت والصورة انسحاب الدبابات من الطريق المؤدي إلى مستشفى ناصر وأحدثت دمار كبير في البنية التحتية وفي الطرقات، وبالتالي هناك صعوبة لتحرك سيارات الإسعاف وللمواطنين على الرغم من عودة بعض الناس وبعض السكان إلى تلك المنطقة لتفقد منازلهم.
زلم، إلا أن هناك خطر كبير في تلك المنطقة، خاصة وأن القناصة لا زالت تعتلي أسطح المنازل. أود الإشارة هنا أيضا إلى أن شاحنات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تستطيع الوصول هذا اليوم إلى مدينة غزة لعدة اعتبارات، أن الجيش الإسرائيلي منع دخول هذه الشاحنات هذا اليوم، وبالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة الجيش الإسرائيلي جرف ودمر كل الطرقات المؤدية لمدينة غزة، وهذه الأمطار يعني أحدثت دمار كبير أكثر من الأيام التي مضت بفعل السيول وبفعل الأمطار وبفعل أيضا المنخفض الجوي الذي وصل هذه المنطقة، والذي أدى أيضا إلى تفاقم أوضاع النازحين بشكل غير مسبوق، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة. نحن نتحدث عن 1,500,000 نازح يتواجدوا هنا في رفح حسب تقديرات الأونروا، يعيشوا ظروف صعبة بسبب عمليات النزوح وبسبب غياب كل مقومات الحياة وكل مقومات النزوح هنا في المناطق الغربية لرفح. أنت تحدثت عن كيف أثرت وقف التمويل على الأونروا على حياة الفلسطينيين في هذه المناطق، ولكن هل هناك طريقة يتم التعويض بها عن هذه المساعدات التي كانت تقدم من قبل الأونروا؟ هل هناك مساعدات تأتي إلى تلك المنطقة حيث أنت الآن؟ عمليا الأونروا تتعامل مع المساعدات التي وصلت خلال الأيام الماضية، ومن المبكر الحديث أن الدول التي امتنعت عن تمويل الأونروا قد تأثر ميدانيا هنا على الأرض، لأن الشاحنات هي موجودة منذ أيام طويلة على بوابات معبر رفح من الجانب المصري وينتظر، وبالتالي حينما تدخل يتم التعامل معها من قبل الأونروا ويتم توزيعها، صحيح؟ نعم، الشاحنات يتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والشاحنات التي تدخل من معبر كرم أبو سالم يتم تسليمها إلى الأونروا التي تقوم بعملية إشراف وتوزيع لهذه المساعدات على الخيام. وشاهدنا صباح هذا اليوم شاحنات من الأونروا تقوم بتوزيع بعض الطعام وبعض الخبز على نعم انفجار جديد يبدو في خلفية الصورة، ويبدو أن هذا الانفجار هو قريب كما نستمع ونحن عبر كاميرا الحدث هذه الانفجارات التي يعني يبدو أنها من المنطقة الشمالية لمحافظة رفح، وهذا الانفجار يأتي تزامنا مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والطائرات الاستطلاع التي تقوم بين الفينة والأخرى باستهداف أهداف هنا أو هنا. وعلى الرغم من هذه الغارات التي استمعت إليها إلا أن عملية النزوح متواصلة ومستمرة، سواء من مدينة غزة أو سواء من مدينة خان يونس، حيث الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في المنطقة الشمالية على الرغم من انسحابه من المنطقة الغربية والجنوبية ومن محيط مستشفى ناصر. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. مراسل الحدث محمد عوض كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة. من جانب آخر، أبلغت تل أبيب القاهرة بشكل واضح بأن أي عملية عسكرية على الحدود بين غزة ومصر لن تؤدي إلى هجرة جماعية للفلسطينيين إلى سيناء. بحسب ما كشف الصحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم، نسبت الصحيفة لمصدر مصري مطلع القول إن مخاوف القاهرة بشأن ممر فيلادلفيا لا تتعلق بقيام إسرائيل بعملية عسكرية، وإنما باحتمال أن تؤدي إلى فرار أعداد كبيرة من أهالي قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. أضافت أن مصر تشكك في نوايا الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين، ومن ثم تطالب بضمانات ولا تقبل بوعود شفهية من إسرائيل. من القاهرة انضم إلينا عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد. أهلا بك معنا دكتور عماد. إذن هذه التصريحات، إسرائيل تقول بأنها تصف عملياتها العسكرية في خان يونس بأنها ناجحة، وتقول بأن هذا يعني بأنها ستتوجه إلى رفح. هناك أيضا تصريحات تتحدث عن محور فيلادلفيا. ما الذي يحدث على الحدود المصرية مع إسرائيل؟ صباح الخير أستاذ ضحى. الذي يحدث أن محور فيلادلفيا يخضع لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، التي محور فيلادلفيا هو يمتد من حدود العريش غربا حتى طابة شرقا بطول حوالي 220 كيلو، منها 14 كيلو مع قطاع غزة، هي التي تسمى محور فيلادلفيا. هذه المساحة كلها هي المنطقة دال، يعني عندنا المنطقة ألف وبه وجيم داخل سيناء،
والمنطقة داخل إسرائيل عمقها كيلومتر واحد تخضع لمعاهدة السلام، وهناك قيود شديدة على تواجد القوات الإسرائيلية. وبالتالي حينما تقول القوات الإسرائيلية أنها تريد السيطرة على محور فيلادلفيا فيعني ذلك انتهاكا لمعاهدة السلام، وأنه لابد من التفاهم وموافقة الطرفين على أي تغيير في أي بند من بنود الملحق الأمني أو معاهدة السلام. هذه نقطة. الجانب الإسرائيلي يتعامل مع الأمر الواقع ويحاول فرض أمر واقع من ناحية. الناحية الثانية أنه في الحقيقة الأخبار الرئيسية والتصريحات الرئيسية من جانب وزراء في الحكومة الإسرائيلية ومن جانب مسؤولين عسكريين يقولون أن الحل يتمثل في خروج أعداد ضخمة من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيجدور ليبرمان، وهو أحد أبرز المتطرفين مثل سموتريتش وبن غفير، كان وزيرا للدفاع، أطلق تصريحات قبل عدة أيام قال هاجم فيها مصر بشكل واضح، وقال لابد من تهجير الفلسطينيين إلى سيناء حتى لو أدى ذلك إلى حرب مع مصر. بالتالي التصريحات الإسرائيلية تسير في هذا الاتجاه. طيب، لكن أيضا هناك تصريحات لافتة جدا، يعني ما أبلغته تل أبيب للقاهرة بأنه أي عملية عسكرية على الحدود بين غزة ومصر لن تؤدي إلى هجرة جماعية للفلسطينيين، هل يعني ذلك بأنه عملية عسكرية إسرائيلية ستحدث لا محالة في تلك المنطقة؟ حضرتك، منذ حوالي 48 ساعة بدأ الجيش الإسرائيلي يطالب سكان خان يونس بالتوجه جنوبا ناحية رفح، وقال أنه وعد مصر بأنه لن يبدأ عملياته في رفح قبل أن يعطي وقتا كافيا للسكان لكي ينتقلوا إلى منطقة أخرى. هذه التصريحات الإسرائيلية. نعم، هناك عملية قادمة في رفح، وهنا الحديث لا يدور عن تطمينات أو تصريحات شفوية، لأنه خلينا نتصور أنه في مليون أو مليون ومئتين ألف على في رفح على الحدود المصرية لا يجدوا الأكل ولا الشرب ولا العلاج ولا غيره، وسط أمطار وجو صقيع شديد، وثم تشن عليهم غارات إسرائيلية مكثفة من دبابات ومن طائرات. ما هو الخيار الأمثل أمامهم؟ الخيار الأمثل هو التوجه جنوبا ومحاولة الاحتماء داخل الأراضي المصرية. دكتور عماد، ماذا عن موقف مصر إذا ما قامت إسرائيل بهذه العملية العسكرية في رفح، أو إذا ما دفعت الفلسطينيين للنزوح والتهجير؟ ومصر تطلب ضمانات، ضمانات مثل ماذا وحول ماذا؟ يعني الضمانات يمكن أن تكون ليس من إسرائيل ولكن من القوى الدولية الكبرى، وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، أن تطلق تصريحات وتبلغ نتنياهو شخصيا بأن هذا الأمر خط أحمر ولا يمكن السماح به، وهم يتحدثون عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سواء هم أو الإنجليز أو الفرنسويين يتحدثون. لكن ماذا يمكن أن تفعل القوات المصرية وعددها محدود بالمناسبة، يعني على 14 كيلو 750 فرد من حرس الحدود مقسمين إلى ثلاث ورديات، كل وردية هيبقى فيها التلت إضافة للأجازات وغيره. يعني احنا بنتكلم على 14 كيلو ما فيش أكتر من 150 عسكري، فده كلام فاضي. يعني ماذا لو يعني أقدم عشرات الآلاف على اللجوء طلبا للنجاة؟ هل يتوقع أو يتصور أن تطلق عليهم القوات المصرية الرصاص؟ بالتأكيد لا. كيف ستتصرف وإذا ما دخلوا الأراضي المصرية؟ يعني خلينا نتكلم على الواقع، من يضمن إسرائيل أصلا في أي تصريحات تقوم بها؟ وبالتالي كيف ستتعامل إسرائيل، كيف ستتعامل مصر مع أي تحرك إسرائيلي في رفح؟ ما هو أستاذ ضحى، مسألة يعني بعض الناس تتكلم عن أن ذلك يؤدي لحرب، مسألة الحرب ليست مسألة بسيطة لا بالنسبة لمصر ولا بالنسبة لإسرائيل، لأنه الدخول في حرب ما بين جيشين نظاميين سيولع المنطقة بالكامل وقد ينفجر الشرق الأوسط بالكامل.
مصر لن تطلق الرصاص على الفلسطينيين على الحدود، لن تقتلهم، وبالتالي أتصور أنها ستتعامل مع الأمر الواقع وتسعى لترتيبات بعد ذلك لسحب القوات الإسرائيلية وعودة الفلسطينيين، إلا إذا قامت إسرائيل بانتهاك معاهدة السلام ووضعت قوات ضخمة على الحدود المصرية الإسرائيلية في انتهاك صارخ لمعاهدة السلام. في هذه الحالة تمنع الفلسطينيين من العودة، ومن ثم تفرض إسرائيل أمر واقع. الذين لجأوا ونزحوا منذ عام 48 لم يعد أحد منهم سواء من الضفة الغربية والقطاع أو سوريا أو الأردن أو لبنان، لازالوا كما هم لاجئين منذ عام 48. وبالتالي إسرائيل بتفرض الأمر الواقع وتثبته بمرور الوقت. يعني هقول لحضرتك مثلا صغير جدا، قرار التقسيم 181-47 كان بيدي الدولة الفلسطينية ضعف مساحة الضفة وغزة، كان بيدي 44%. إسرائيل احتلتهم في حرب 48 وانتهى الأمر ومحدش بيتكلم عنهم. احنا بنتكلم على 22% اللي هم الضفة وغزة. الآن هي بتسعى لقضم أكبر مساحة ممكنة من الـ 22%، وربما كلهم تسعى لتهجير أهل الضفة الغربية إلى الشرقية إلى الأردن، وأهل غزة إلى مصر. وتقول يعني ليبرمان نفسه قال إن إحنا انسحبنا من غزة اللي مساحتها 61,000 كيلومتر مربع، فيعني ما فيش مشكلة إن المصريين ياخدوا أهل غزة. عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا دكتور عماد جاد، شكرا جزيلا. أبدأ المتحدث باسم الخارجية القطرية تفاؤله في أن يقود العمل الحالي إلى هدنة مطولة تتضمن وقفا للأعمال القتالية في القطاع. أضاف أن التوصل إلى الهدنة سيرفع احتمالات إنهاء الحرب بشكل كبير. من جانب آخر، أكد مصدر مطلع على المحادثات في غزة أنه لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد، وأن الفصائل لديها ملاحظات مهمة، واصفا التصريح القطري بالمستعجل. من جانب آخر، قال صحيفة وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة تضغط من أجل وقف طويل لإطلاق النار بهدف إنهاء حرب غزة. بحسب الصحيفة، فقد تم صياغة مسودة الصفقة بين إسرائيل وحماس بشكل يجعل من الصعب على الطرفين استئناف الصراع، وأن إيقاف الحرب لمدة كافية من شأنه أن يفقد إسرائيل الزخم العسكري لاستئناف الحرب بعد توقف طويل. كما بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة آخر تطورات الحرب في غزة. أشار بيان للخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان أكد أن الوقف الفوري للحرب في غزة هو المفتاح لإرساء الاستقرار والهدوء في المنطقة بأكملها. كما أكد عبد اللهيان أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض وصاحب الحق في تقرير مصيره ومستقبله، ولا يحق لأي جهة أن تفرض إرادتها وخططها عليها. اطلع هنية والنخالة الوزير أطلعا الوزير الإيراني على آخر التطورات والخطط والمبادرات السياسية بشأن وقف الحرب وتبادل الأسرى والمقترحات المقدمة من الفصائل. من القاهرة ينضم إلينا الدكتور سمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا على شاشة الحدث دكتور سمير. هناك رد إيجابي من حماس، رد إيجابي من حماس، وأيضا رغبة أمريكية لوقف القتال أو وقف الحرب، وقف إطلاق النار في غزة. هل يكتب لهذه الصفقة النجاح أكثر من كل المبادرات الاتفاقات الصفقات الماضية؟ يعني كل المؤشرات تقول أننا أقرب ما يكون من عقد اتفاق لصفقة على الأقل لمرحلة أولى، لأنه التقارير تتحدث عن 3 مراحل. نحن أقرب ما يكون إلى تنفيذ مرحلة أولى بعيدا عن التصريحات، لأنه لدينا حرب وفيضان من التصريحات المتضاربة. لكن قياسا على المصالح،
الولايات المتحدة تريد هذه الصفقة وتضغط من أجلها، لأن بايدن يريد أن يتفرغ لمعركته الانتخابية، وأيضا يريد أن يهدئ جبهة الحوثيين، وأيضا يريد أن يجد حلا لمشكلة شمال إسرائيل التي تعاني كثيرا من استمرار المواجهة مع حزب الله. الولايات إسرائيل نفسها بدأت بالأمس، وربما لا يعني مش عارف إذا تقاريركم أشارت إلى هذا ولا لا، التقارير تقول أنه إسرائيل بدأت بالفعل سحب قوتها من شمال غزة ومن شمال غربي غزة، ورفعت دباباتها عن محاور وخاصة الرشيد، طريق الرشيد الساحلي، وعاد عدد غير قليل من المواطنين لتفقد يعني مؤسساتهم ومنازلهم لا. إلى آخره. وهذا يعني أنه حماس في الطريق، إسرائيل في الطريق إلى الالتزام بأحد الشروط، وهي تخفيف القوات العسكرية حول المدن، لا يوجد انسحاب كامل كما أشار نتنياهو، ويبدو أنه أيضا هذا الشرط لم يكن موجودا في إطار الاتفاق، وبالتالي إسرائيل تخفف حتى تعلن أنها ملتزمة بما جاء في إطار الاتفاق. ومع ذلك هناك حدثين خطيرين الحقيقة. الأول هو تقارير تقول أنه حماس قلبت، خاصة قيادتها في الداخل، قلبت تجاوزت تماما إطار الاتفاق وبنوده التسعة، وبدأت تتحدث عن إطار آخر، إطار آخر يعلن أو يدعو إلى هدنة لعشر سنوات، وهذه الهدنة العشر سنوات تتخلى حماس فيها عن الحكم المدني فيها، لكن تبقي على قيادتها داخل قطاع غزة وتقبل مسألة حكومة تكنوقراط. إذا صحت هذه التقارير فإنه هذه التقارير تشكل انقلابا على الإطار، وربما نقطة بعيدة للغاية عن اتفاق الإطار الذي تم التوافق عليه في باريس. من جهة أخرى كان لافتا للنظر أن بيني جانتس ودعا إلى عدم إدخال المؤن والمساعدات، رغم أنه هو وأيزنكوت يصنفان كحمائم، لكنه بشكل غريب جدا دعا إلى وقف كل الشاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى قطاع غزة لمساعدة المواطنين على البقاء في إطار العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل على المواطنين. ربما هذه الدعوة جاءت نتيجة مسألتين. المسألة الأولى أنه أهالي الرهائن أهالي الرهائن يضغطون على المعابر، وخاصة كرم أبو سالم، نعم. لمنع إدخال المساعدات. صح صح. ومن جهة أخرى في سؤال مهم، أنت أشرت إلى نقطة غاية في الأهمية، أنه رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في هدنة، وقف إطلاق النار، في دعم هذا الاتجاه حتى يتفرغ بايدن وإدارته للحملة الانتخابية، هذه حسابات الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ماذا عن حسابات نتنياهو؟ نعم. الذي يعلم بأن نهاية الحرب تعني بداية النهاية له هو شخصيا، وبالتالي إلى أي مدى يقف ذلك عائقا أمام أي مبادرة بغض النظر عن التوجهات الأمريكية والضغوط، وأيضا حتى إيجابية حماس في التعاطي مع هذه الصفقة الجديدة؟ صحيح تماما، لكن نتنياهو لا يعلن أنه قريب من نهاية هذه الحرب، هو يقول أنه وقف لإطلاق النار وليس نهاية لهذه الحرب. الجديد أيضا أن نتنياهو قال أنه مستعد إذا كانت الاتفاق يؤدي إلى حفاظ على أمن إسرائيل فأنه مستعد أن يوقعه، بصرف النظر عن سقوط حكومته اليمينية المتطرفة، حتى لو كان ذلك بثمن هذا الشرط أنه تتفكك الحكومة، لأنه كما نعرف سومتريتش وبن غفير هدد بأنه أي اتفاق من وجهة نظرهم سيكون سيئا لإسرائيل هم سينسحبوا. أذكر هنا بأنه لابيد زعيم المعارضة والحكومة السابقة أعطى لنتنياهو شبكة أمان، قال له إذا انسحب هؤلاء من الحكومة فنحن نستطيع أن نعطيك شبكة أمان حتى لا تسقط. حتى الآن إسرائيل ونتنياهو تحديدا بانتظار رد حماس، هو الطرفين الحقيقة كل منهما متربص بالآخر. إسرائيل تنتظر رفض حماس حتى تقول أنها أدت ما عليها وأنها كان يمكن أن تنفذ هذا الاتفاق، وبالمقابل حماس أيضا تقول أن شروطها يجب أن يتم تلبيتها حتى لا يتم إعاقة هذا الاتفاق. الأيام القليلة القادمة وخاصة عند حضور بلينكين الذي من المنتظر أن يصل إلى المنطقة خلال أيام قليلة، ربما غدا أو بعد غد يصل إلى المنطقة، عليه المهمة الأساسية وهي تكسير الفجوة
بعيدا عن المساومات في هذه المرحلة الانتقالية التي تشكل مرحلة خطيرة، لأنه في بدايات المفاوضات الإطار في باريس لم يدخل إلى التفاصيل، وخاصة عدد ونوع الرهائن الذين سيفرج عنهم والمدد التي سيتم توقف القتال عندها. وبالتالي في هذه المرحلة الابتدائية كان من الموضوع جدا أن يرفع كل طرف سقف مفاوضاته، لكن أعتقد أن بلينكين مع كل مبادرة، لكن لو كتب لهذه المبادرة وهذه الصفقة أن تنجح، هل سيبحث نتنياهو عن جبهة جديدة يشعلها ويضمن بقائه في الحكومة وبعيدا عن المحكمة أو السجن؟ يعني بالضرورة لا يوجد نتنياهو وحده، لكن جالانت أيضا وزير الدفاع وأغلب العسكريين، وربما أيضا في استطلاعات الرأي، وهذه نقطة مهمة جدا، أكثر من 60% من المواطنين في إسرائيل في استطلاعات الرأي مع مواصلة القتال حتى بعد هذه الصفقة. جالانت كان أمس في خان يونس التي أعلن أنه الجيش الإسرائيلي سيطر عليها بالكامل، وقال أنه بدون الدخول إلى رفح وتفكيك بنية حماس بالكامل، لأنه بعد خان يونس لم يعد هناك جبهة أخرى غير رفح، قال أنه بدون رفح فإنه لا يمكن الوصول إلى ما يسميه نصر. وبالتالي فإنه حتى إذا كانت هناك صفقة، فإنه أنا أعتقد وفقا لاستطلاعات الرأي وفقا لرأي الجيش تحديدا وله مكانته الكبرى في إسرائيل، فإنه يمكن استئناف القتال. أذكر هنا فقط بأنه الجولات السابقة نفذت إسرائيل والفلسطينيين 4 جولات وتوقفت عند الخامس، وهذا احتمال ما يزال قائما، أنه بعد تنفيذ المرحلة الأولى إذا تم تنفيذها فإنه يتم عرقلتها والعودة مرة أخرى للقتال لتنفيذ المهام التي يتحدث عن الجيش الإسرائيلي. شكرا جزيلا دكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ألف سلامة، كنت معنا من القاهرة. استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل. هجمات الحوثي على السفن في البحر الأحمر تضع شركات الشحن أمام بدائل أحلاها مر. الرواية قد تبدي الحقائق وقد تخفيها، قد تلفها بالغموض وتلقي الظلال عليها لتبقيها كامنة بين السطور أو وراء الكلمات، وبينما تتعذر القراءة وتضطرب الرؤية وتمتنع الإحاطة يصبح البحث هدفاً والرصد غاية والاستقصاء سبيلاً لكشف كل حقيقة. 19 من الاثنين إلى الجمعة 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. ليلة ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً 5 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا بكم.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط مسيرة فوق خليج عدن وتدمير زورق مسير مفخخ تابع لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، لافتة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار جراء الحادثتين. قالت القيادة المركزية أنه تم إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه إحدى السفن الشحن في البحر الأحمر لكنهما سقطا في البحر. في المقابل أعلن الحوثيون استهداف سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر. اعتبر زعيم التمرد في اليمن عبد الملك الحوثي أن الضربات الأمريكية البريطانية على ميليشياته لا تأثير لها. أشار زعيم الميليشيا في كلمة تلفزيونية إلى أن الضربات لن تؤثر على موقف الحوثيين وستدفعهم إلى تطوير قدراتهم العسكرية. يعتمد الاقتصاد الحديث على قاعدة قديمة جدا، يمكن لسفن أي دولة أن تبحر في عرض البحر مهما كان موقعها، لكن يبدو أن تلك القاعدة لم تعد مجدية في ظل التهديدات الحوثية للملاحة البحرية بالبحر الأحمر وباب المندب. بطبيعة الحال فإن تلك التهديدات اضطرت معظم شركات الشحن العالمية اضطرتهم بإرسال تعليمات لسفنها بضرورة تغيير مساراتها. فما هي أهم الممرات المائية البديلة التي لجأت إليها تلك الشركات؟ لنبدأ بممر الرجاء الصالح. هذا الممر الواقع جنوب غرب الدولة جنوب أفريقيا، ظل هذا الممر بديلا مهما للسفن التجارية كلما حصلت توترات في البحر الأحمر أو قناة السويس، بالرغم من أهميته الحيوية فإنه يختلف عن باقي الممرات البحرية من زاوية التكلفة الكبيرة التي يفرضها على طول المسافة التي تجبر السفن التجارية على العبور من آسيا إلى أوروبا. كما أن هذا البديل الذي يبلغ طوله 10,000 ميل يستهلك الوقود بكثافة لدرجة أن سفن الشحن تدفع ضرائب مناخية باهظة عند وصولها إلى أوروبا. غير بعيد عن الرجاء الصالح بالقرب من القرن الأفريقي وضعت شركات الشحن أعينها على هذا المضيق الظاهر على الخريطة، مضيق ملقا، باعتباره شريانا تجاريا يربط المحيط الهادي بالمحيط الهندي. لكن عودة القراصنة إلى النشاط أدى إلى إعاقة حركة المرور البحرية عبر هذا المضيق وبالتالي انعدام الأمن الملاحي. أما البحر الأسود الذي يحتل موقعا استراتيجيا مهما حيث يقع على مفترق الطرق بين جنوب شرق أوروبا وغرب آسيا، فقد بات عبارة عن منطقة مليئة بالسفن الحربية في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، بالرغم من أنه كان يمثل منفذا مهما للحبوب الغذائية على المستوى العالمي، فقد جعلت الفوضى هناك قدرة العالم على إطعام البلدان المستوردة للحبوب تعتمد على مجموعة غير مستقرة من الاتفاقيات العابرة بين موسكو وكييف. ماذا عن مضيق تايوان؟ على الرغم من أن عرضه لا يتجاوز 180 كيلومترا، يعد مضيق تايوان أحد أهم رموز النظام الاقتصادي العالمي، إذ تمر عبره نحو 500,000 رحلة سفينة سنوية، ما يجعله أحد أكثر المعابر التجارة العالمية حساسية. كان المضيق ليكون بديلا ملاحيا حيويا لولا أن بكين أكدت سيطرتها السيادية على الأجزاء التي كانت لفترة طويلة مياهها الدولية، في حين أن سعيها لإعادة توحيد تايوان مع البر الرئيسي يثير تساؤلات حول العبور المستقبلي عبر المضيق. أما قناة بنما التي تصل بين المحيطين الهادي والأطلنطي في أمريكا الوسطى فتشهد أزمة غير مسبوقة سببتها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة في مياه المحيطات، مما أدى إلى نقص منسوب المياه فيها، وبالتالي فاللجوء إليها كبديل مائي سيعتبر خيارا فاشلا آخر.
من إسطنبول ينضم إلينا المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال. أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. إذا إلى أي مدى وضعت هذه الضربات الحوثية المستمرة للملاحة البحرية العالم كله في مأزق في الحقيقة؟ تحياتي لك، تحياتي لكل مشاهدي الحدث. يعني حقيقة البحار أو القانون البحري العام دائما ما نظم حركة التجارة العالمية أو حد نظم حركة العلاقة ما بين السيادة الوطنية سيادة الدول وبين حق المرور البريء كما يسمى في البحار، وبالتالي اليمن يخضع لتلك القوانين، ومنها أنه يملك اليمن 2500 كيلومتر بحرية، يملك حق بامتلاك 12 ميل بحري كمياه إقليمية يحق المرور البريء فيها بعد الاستئذان. أما بقية المناطق إن كانت المنطقة الاقتصادية 200 ميل أو جرف القاري فهو يخضع للقوانين الدولية ويحق للجميع المرور بها. مضيق باب المندب له خصوصية أنه يدخل أيضا ضمن قوانين الدول المتشاطئة، باعتبار أنه العرض ما بين ضفتي البر ما بين جيبوتي وإريتريا من جانب واليمن من ناحية أخرى لا يتعدى 15 ميل، وبالتالي هو يخضع يعني لقوانين التقاسم بالمناصفة. هذا الموضوع ضعف العمق يعطي الأريحية للحوثي باستهداف تلك المنطقة بالكامل، يمتلك القدرات الصاروخية، يمتلك قدرات المسيرات بالتأثير على كامل تلك المنطقة. عملية البحث عن بدائل الموجودة الكبيرة، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، هذا التحالف الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية، هذه القوة للحماية التي يتحدث عنها الاتحاد الأوروبي، هل لا تستطيع مواجهة الضربات الحوثية للملاحة البحرية وللسفن؟ يعني أنا أعتقد أن الغرب يوم يقع في شر أعماله. عندما أرادت الشرعية اليمنية السيطرة على ميناء الحديدة وقطع تهديد الحوثي على البحر وقطع إمدادات الحوثي، وجدنا أن الأوروبيين والأمريكان مارسوا الكثير من الضغوط الاقتصادية والضغوط السياسية وحتى الضغوط العسكرية بمنع التسخير. عندما احتج الدول العربية في الجنوب أو في الخليج من أن هناك أسلحة غربية إيرانية وأسلحة بكميات كبيرة تهدد استقرار المنطقة، تهدد دول الجوار، الهجوم على بعض المواقع داخل المملكة أو داخل بعض الدول الخليجية، أيضا وجدنا هناك تهاون من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية التي ضغطت بالعكس على الدول العربية وعلى الشرعية اليمنية لمنع السيطرة على مدينة حديدة. اليوم الغرب بات في فوهة نيران أو بات في يعني رصد من قبل إيران ومن قبل الحوثي للمصالح الغربية، إن كان عبر مضيق باب المندب أو عبر السؤال حول كل هذه التحركات والاستعدادات العسكرية التي تقوم بها الجهات يعني الكبيرة، الولايات المتحدة، بريطانيا، هل يمكن أن تردع ميليشيا الحوثي؟ هل يمكن أن توقف هذه الهجمات؟ هل تستطيع؟ بإمكانية أو بسؤال هل تستطيع؟ بالتأكيد تستطيع، لكن هل هناك قرار؟ أقول لا. أولا طبيعة الضربات ما تزال ضربات هزيلة، ضربات ضعيفة، ضربات غير مجدية وغير مؤثرة على عمق نقاط القوة أو مراكز القوة للحوثي وغير مؤثرة على حركة الإمدادات للحوثي. النقطة الثانية أن طبيعة اليمن الجغرافية، الطبيعة الجبلية أيضا تعطي نوع من الميزات في عملية الإخفاء والتضليل وعملية إبعاد تأثير الضربات البريطانية أو الأمريكية على تلك الأسلحة. لكن إن كان هناك قرار أمريكي حقيقي وابتعاد بايدن عن سياسة الاحتواء وابتعاد أوروبا عن سياسة عدم إغضاب إيران، إن كان هناك قرار حقيقي بالتأكيد الحوثي لن يعجز الغرب، لن يعجز بريطانيا، لن يعجز الولايات المتحدة الأمريكية. بدعم للشرعية يمكن إعادة استقرار اليمن، طيب، ويمكن إعادة الحرية الملاحة بذلك إن كان في مضيق باب المندب. إيران بنظرة استراتيجية، إيران تحول تهدئة الأمور على محاور عدة، سحبت دبلوماسيها من سوريا، حزب الله العراقي يقول بأنه لن نرد حتى لو تم استهدافنا، إيران تهدئ من خلال تصريحاتها، لماذا تبقي على هذه الجبهة، جبهة ميليشيا الحوثي، دون أن تتطرق أو تتعرض أو تحاول تهدئة وتخفيض التوتر فيها برأيك؟
سيدتي الكريمة، أولا علينا ألا ننجر خلف الدعاية الإيرانية والفبركات الإيرانية. إن قال حزب الله العراقي أو حزب الله اللبناني أنه أوقف الضربات، هذا الأمر نوع من امتصاص الغضب. عملية انسحاب الضباط الإيرانيين والحرس الثوري الإيراني وفيل القدس من سوريا، هذا الكلام لم يكن على أرض الواقع، وكل عيون الرصد لدينا تقول أن جل ما تقوم بإيران في سوريا هي عملية إعادة تموضع وإعادة انتشار، ولا يوجد سحب إلا لأعداد قليلة من كبار الضباط، لأن هناك خرق أمني كبير لإسرائيل في مفاصل الأمن السوري، خوف يعني خشية عليهم تقوم بنقل كي لا تتم عمليات الاغتيال. أما على الأرض ما تزال إيران مسيطرة. نعم. إذا أرادت إيران أن تكون أو تحقق مطالب المنطقة وتستجيب لطلبات المنطقة، عليها الخروج من العراق، عليها الخروج من سوريا، عليها إيقاف دعم ميليشيات الحوثي وحزب الله. لكن عليها هل هي أصلا تريد أن تستجيب لمطالب المنطقة أم تحاول أن يعني تردع أي ضربة توجه لها؟ هي تبحث عن مصالحها ليس عن مصالح المنطقة. المشكلة أن مصالح الإيرانية ترتبط بالإرهاب، من أنها عبر إرهاب حزب الله، عبر إرهاب فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني، عبر إرهاب ميليشيات الولائية في العراق والحوثي، تحاول الضغط على دول المنطقة وتحاول الضغط على الأوروبيين والأمريكان، لكن من يدفع الثمن هي شعوب المنطقة. وبالتالي اليوم هناك قرار غربي واضح، إما لجم إيران وإعادتها إلى داخل الحدود، أو أن المنطقة ستبقى مشتعلة، وما يحصل في اليمن وما يقوم به الحوثي جزء صغير مما يمكن أن تفعله إيران في كامل المنطقة. شكرا جزيلا المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا. في استوديو الحدث، لكن بعد الفاصل. أحزاب تونسية تدعو لحل حركة النهضة بعد ثبوت حصولها على تمويل أجنبي. مهمة أحداثها في عدة مدن سعودية، وأهدافها ملاحقة عصابات ترويج وتهريب المخدرات بما يحقق القبض على المهربين وضبط ما بحوزتهم من مهربات. لحظات مراقبة ومداهمات حية. مكافحة المخدرات تبدأ البذرة الأساسية من المعلومة. فريق العربية يتابع ويرافق حصرياً كواليس حرب السعودية على المخدرات. نحن هنا في مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، حيث يتم متابعة أحد الأهداف وضبطهم بالجرم المشهور. مهمة خاصة السبت 9:30 على شاشة العربية. أهلا بكم. دعت أحزاب سياسية في تونس إلى حل حركة النهضة بعد إصدار القضاء حكما بسجن رئيسها راشد الغنوشي وصهري رفيق بوشلاكة لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل بتهمة تلقي تمويل أجنبي. في حديث مع الحدث، طلب رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري السلطات بحل النهضة وحظر نشاطها نهائيا. وبدوره أكد الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن
النابتي أن ملف اللوبيينج المتورطة فيه النهضة هو أحد أهم ملفات المحاسبة، مبرزا للحدث أن الحكم الصادر فيه مؤشر على التقدم في قضايا أخرى على غرار الجهاز السري للحركة والتسفير إلى بؤر النزاع والإرهاب وتبييض الأموال إلى جانب الاغتيالات السياسية عام 2013. بعد استقالة رئيسة جامعة هارفارد بسبب تعرضها لضغط شديد عقب شهادتها أمام الكونغرس بخصوص معاداة السامية ودفاعها عن المظاهرات الداعمة لغزة داخل الحرم الجامعي، تواجه الجامعة أزمة من نوع آخر. التفاصيل في هذا التقرير. الحرب في غزة تزيد من عمق الأزمات التي تواجهها جامعة هارفارد، فبعد استقالة رئيستها كلودين غاي بسبب تعرضها لضغط شديد عقب شهادتها أمام الكونغرس بخصوص معاداة السامية ودفاعها عن المظاهرات الداعمة لغزة داخل الحرم الجامعي، إضافة لاتهامها بالسرقة الأدبية، ها هي أزمة مالية تزلزل استقرار الجامعة العريقة. فقد أوقف الملياردير كينيث غريفن دعمه المالي لها بسبب الطريقة التي تعاملت بها الجامعة مع مسألة معاداة السامية والأزمات الأوسع على مستوى الرئاسة حسب تعبيره. غريفن الذي تخرج من هارفارد وسبق أن تبرع بأكثر من نصف مليار دولار للجامعة على مدار سنوات، طالب هارفارد خلال مؤتمر عقد في ميامي باستئناف دورها في تعليم الأمريكيين كيفية التعامل مع القضايا الصعبة، في إشارة إلى المظاهرات الداعمة لغزة داخل الجامعة. لكنه في المقابل ترك الباب مفتوحاً أمام إمكانية استئناف تبرعاته إذا أظهرت هارفارد التزامها بقيمها الأساسية حسب تعبيره. الطلاب بدورهم اتهموا الجامعة بعدم حمايتهم من التهديدات والهجمات العنصرية بسبب تأييدهم للقضية الفلسطينية، فيما يسود التوتر الجامعات الأمريكية بشأن ردود الفعل على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. رند الشيخ، الحدث. بهذا التقرير مشاهدينا نصل إلى نهاية استوديو الحدث لهذا اليوم. تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي، وأيضا يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.